الرئيس السيسي يشدد على أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، يؤكد سعي مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة. العدل الدولية تصدر اليوم حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وفلسطين، تدعو لاحترام استقلالية المحكمة. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لأكثر من 26 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 12 ظهرا في القاهرة، 10 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم عبر شاشة أكسترا نيوز. ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة مع زميلة نسرين فؤاد. إليك نسرين. شكرا لك دليل. أهلا بحضراتكم ومشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 72 أن أولويات الدولة كانت مواجهة ما مرت به من تطورات منذ عام 2013 والأزمات الدولية المتعاقبة، وأن ما مر به الإنسان المصري خلال تلك السنوات أظهر تطورا كبيرا في صلابته، لافتا لأن الدولة أنفقت 120 مليار جنيه على مكافحة الإرهاب من أجل لتحقيق الاستقرار والتنمية في الدولة المصرية. هي أزمة أولويات من الأول خالص، من 2013. هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها. هو احنا بنتكلم على تأجيل التحرك ولا تأجيل نتائج أو تحمل نتائج التحرك؟ يعني يا ترى كنا احنا في 2013 ممكن نتحمل الأوضاع اللي كانت موجودة في الدولة في الفترة دي كلها ونقول أولوياتنا حاجة تانية اختلفنا أو اجتمعنا عليها، لكن نقول إيه؟ إحنا مش هنتحرك في أي قطاع من القطاعات اللي كانت الدولة ما عايزة ونتحمل. طب هو السؤال، هو كانت الناس مستعدية تتحمل يا فخامة الرئيس؟ طب نقدر نعمل صناعة من غير ما يكون عندنا طاقة لها، سواء كان كهرباء أو غاز؟ لا. هل كان ممكن تحمل المرحلة اللي هي من غير الانطلاق اللي احنا اتحركنا بيه ده، ولا نتحمل نتائج التحرك؟ انا شفت ان احنا نتحمل نتائج التحرك. هنتحرك وهيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مشاكل نستحملها. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه ان في حصل تطور كبير جدا في صلابة الإنسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. هذا وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وقال إن ما تم إنجازه لا يمكن التفريط به، مشيرا إلى أن مواردنا محدودة جدا ولا تكفي كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى عنا في ظل ظروف لا يمكن أبدا لدولة زي حالتنا تعمل اللي عملته، ما تقدرش. ليه؟ أنت عندك عدد كتير من الناس ومواردك محدودة جدا، وأنت متصور أن يعني إيه أن الموارد دي تكفي كل شيء؟ لا. طب إحنا زدنا 26 مليون النهاردة من 2011 للنهاردة، هو ده رقم ملوش تأثير؟ ملوش مطالب في كل شيء في كل قطاع؟ فأنا بقول الأول، يا ترى هل هي كانت أزمة أولويات؟ لا. بس أنا بتكلم كراصد لرأي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فترة صعبة مرت في قبلها، ثم في 2011 و12 و13، ويعني ما عندوش أمل وعنده حالة إحباط كبيرة، وكان التفجيرات في كل مكان والناس حاسة ان البلد بتضيع. فانت كنت عايز تقفز بيهم من الحالة المعنوية وحالة الإحباط وعدم الثقة لحالة تانية. الأمور كانت ماشية كويس بجد لغاية 2020، وكان معدل النمو يعني أكتر من 6%، مش كده يا دكتور؟ و6% مش
لفئة لطبقة، لا انت بتتكلم لكتلة، الكتلة الغالبة اللي هي الناس اللي احنا بنستهدفها دايما اللي هو الغلبان. انت عايز انت اي حد اي حكومة اي مسؤول عينه على مين؟ عينه ابدا مش على الرجل المستور او الاسرة الغنية، لانها تقدر تحل المسألة حتى لو كانت بتعاني شوية. لكن الغلبان ده يتطحن في الارض هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ يصرف ازاي؟ يودي ولاده مدرسة ازاي؟ يأكلهم ازاي؟ يدفع كهرباء ومية ويجيب لبس ازاي لما الدنيا تبقى صعبة كده؟ وشدد رئيس السيسي على أنه جرى حل أزمة العملة الصعبة لن يقف في طريق الدولة المصرية أي شيء، موضحا أن المطلوب هو أن نصل في وقت قليل لمعدلات تصدير عالية ونرفع من حجم العملة الصعبة بشكل مريح وسلس يكفي الإنفاق على الاستيراد. الفكرة كلها ما كانتش أبدا أزمة أولويات، لا الموضوع كان واضح أن لابد أن الدولة دي تتماسك بأسرع ما يمكن. لكن خلي بالكم لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب إن إحنا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلة تخلي ان حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، يبقى يكفي الانفاق على هذا الاستيراد. وانا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل رجال الاعمال، ان الكل كان بيفضل ان هو يجيب من بره على ان هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا اخش في حراك وجهد كبير جدا عشان اخلي المنتج ده في مصر؟ ده اللي حصل الفترة اللي فاتت. كما اكد الرئيس السيسي ان مصر تعمل دائما على تحقيق الاستقرار والامن في المنطقة، مشددا على حرص مصر على عدم اتساع نطاق الحرب وكذلك على عدم خروج الامور عن السيطرة اكثر من ذلك. توسيع الحرب احنا بنبذل جهد كبير جدا جدا جدا، لان احنا انا بطبيعه الحال مش من مصلحه المنطقه بتاعتنا انها تدخل ابدا في اقتتال في اي حته، ليبيا كان، السودان، اي حته تانية. وديكوا شفتوا النتائج بتاعتها بتبقى عامله ازاي علينا كلنا. فاحنا بطبيعه الحال حريصين على ان احنا نكون عامل يعمل دايما على اطفاء الحرائق وليس اشعلها. فتوسيع الحرب احنا بنسعى دائما على ان هي ما يتمش. الشكل النتائج بتاعت الاربع شهور انهكت الجميع، انهكت قاسية على الجميع، وبنبعت رسائل للجميع ان مهمة وان احنا الامور ما تخرجش عن السيطرة اكتر من كده. في السودان بنبذل جهدنا وفي ليبيا بنبذل جهدنا، ومع الصومال احنا قلنا ايه؟ هفكركم انا قلت يا جماعه احنا مع اي عمل دبلوماسي واتفاق بين اثيوبيا وما بين الدول الجوار اللي هم الصومال واريتريا وجيبوتي وكينيا. كل الدول دي ليها موانئ سواء كان على المحيط او على البحر الاحمر، وبالتالي وهي بتصدر وبتستورد عن طريق جيبوتي وتقدر عن طريق كينيا وممكن عن طريق الصومال وممكن عن طريق اريتريا. فخشوا في اتفاقات من دي. وهم السنين اللي فات دول شغالين ازاي؟ ما هو شغالين كده. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم 25 من يناير عام 1952 يوم جليل وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية. وفي كلمته خلال الاحتفال بذكرى 72 لعيد الشرطة، شدد الرئيس السيسي على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 72
عيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن مصر ستتجاوز كل الصعوبات بفضل تضحيات وصمود أبنائها لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. شعب مصر الأبي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم، التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. كما أكد رئيس السيسي أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، مشددا على أن موقف مصر في التطورات الأخيرة في قطاع غزة واضح منذ البداية وقائم على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني. إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. وقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكد الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلي هي من تعرقل دخول المساعدات إلى القطاع. أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها، بقالنا 4 شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 220 شاحنة. طب الناس دي عايشة ازاي؟
الناس دي عايشه ازاي. بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمه صعبه قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر اعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعه في السبعة ايام في ال 30 يوم. انما الاجراءات اللي بتتم من الجانب الاخر من اسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجه دون ان يتعرض لها احد هي اللي بتؤدي لكده. وده ده شكل من اشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع اطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيله من وسائل الضغط على السكان. ادي الحكايه. طب انا بقولها دلوقتي عشان اسجل ان احنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متاكدين من ده وانتوا قاعدين في بيتكم ومن غير انا ما اقول ولا يطلع بيان من هيئه الاستعلامات ولا من الخارجيه ولا من الداخليه ولا المخابرات العامه. احنا ما نعملش كده، احنا ما بنعملش كده. جددت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوتها لكافة الدول للانضمام إلى الجهد القانوني لجنوب إفريقيا والاحترام استقلالية محكمة العدل الدولية وسيادة القانون الدولي. وأعلنت الوزارة أن وفد دولة فلسطين سيحضر الجلسة التي تعقدها محكمة العدل الدولية اليوم لنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جنوب إفريقيا للمحكمة لفرض إجراءات احترازية ضمن إجراءاتها لمقاضاة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. صوب مدينة لاهاي تتجه أنظار العالم في انتظار حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة. وفي الحكم الأولي لن تتطرق المحكمة للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت قوات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية، لكنها ستنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات. ولكن أهمية القرار لا تقتصر فقط على وقف الإبادة المرتكبة، بل الأهم أنه يثبت بشكل قانوني أن قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ما يعني إعادة فتح ملف السلوك الإسرائيلي تجاه مجمل الانتهاكات الإنسانية في فلسطين أمام المجتمع الدولي. وفي جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية اتهمت دولة جنوب إفريقيا قوات الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وطالب ممثل جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار لوقف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، مشددا على أن مستقبل الفلسطينيين مرهون بقرارات المحكمة.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة لقوات الاحتلال فرض حصار قاتل على غزة وتعمد استهداف المدنيين في القطاع فضلا عن محو أحياء وعائلات بأكملها. كما تتضمن لائحة الاتهامات ممارسات التهجير القسري والحصار الشامل على قطاع غزة باعتباره دليلا على القتل المتعمد والمنهجي من قبل الاحتلال وتوجهاته لارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين العزلة. تعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تتولى المحكمة طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. هذا وتواجه إسرائيل اتهامات عدة أمام محكمة العدل الدولية، من بينها انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتعمد قتل المدنيين في قطاع غزة فضلا عن التهجير القسري للفلسطينيين. المزيد في العرض التالي. في 12 من يناير عام 1951 بدأ سريان اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بعد اعتمادها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح أول معاهدة أممية معنية بحقوق الإنسان. المزيد عن هذه الاتفاقية في هذا العرض. We'll be right back.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 26 ألف شهيد سقطوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 64 ألف آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع، مشيرة إلى أن نحو 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 377 آخرين في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات 24 الماضية. يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في دفع سكان القطاع إلى النزوح مرات متتالية، وذلك هروبا من هجمات الاحتلال التي لم تترك مكانا إلا وطالته في مأساة متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر. هذه ثالثة كده على الكروسة نحمل. نزوح جديد يقوم به هؤلاء بعد أن اضطروا لمغادرة خان يونس في ظل هجمات الاحتلال التي لا تترك بشرا ولا حجرا إلا واستهدفته. هروب من الموت وربما إليه بعد أن صار كل شبر في القطاع المحاصر هدفا لغارات الاحتلال. هي كانت رايحة مع أخوي على الحمام، كنا قاعدين في الصف، راحت مع أخوي على الحمام، دخلت الصف جوا الصف، اتجوزها دمس هنا في قلبها هنا، دخلت الصف ضربوها هنا، بعدين ارتمت في حضن ماما، ما كنتش مصدق كل حاجة. خرجوا من مكان نزوح بحثا عن آخر حاملين روايات من فصول مأساة مر عليها نحو 3 أشهر وتأبى أن تنتهي. رحنا على المدرسة البكاية قالوا لنا أمان، ما كناش معشمين في يصير فينا زي هيك، بل زي الورد قمصها القناص، رحت بدي أخوها على الحمام ودفناها في المدرسة، أجي ناخدها معنا، يجوا صحبنا اليهود ياخدوها اليهود، ما قدرناش طلعنا بطولنا. وهنا مآس أخرى تتحدث عن نفسها، حيث اضطر هذا الفلسطيني إلى جر صغاره مع شقيقه العاجز عن الحركة جرا، بينما تدفع هذه العجوز سريرا حملت عليه ابنا لها أصيب في غارات الاحتلال. كنت في المدرسة في المأوى مستخبية في المدرسة، أجل اليهود طلعوني بابن المريض، قالوا لي هنفجر المدرسة خلال ساعة، جاي من اليابان ماشي لحد هنا ولا شايف السير سبب الله. ومثل سابقتها من مدن قطاع غزة، باتت خان يونس محاصرة من قوات مدرعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتتعرض لقصف من البر والجو بلا توقف تقريبا، ما يدفع المدنيين الفلسطينيين للبحث عن ملاذ آخر. أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن قلقها البالغ إزاء الوضع اليائس للمدنيين في مدينة خان يونس مركز الحرب حاليا في جنوب قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، داعية إسرائيل إلى وقف النار لأسباب إنسانية، وشددت أنالينا بيربوك على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي على غرار كل دول العالم الأخرى وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل. وقدمت ألمانيا لإسرائيل دعما غير مشروط منذ بدء الحرب التي شنتها على غزة، لكن برلين دعت أيضا إسرائيل إلى ضبط النفس في مواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع. مع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية، تزداد معاناة الفلسطينيين يوما تلو الآخر، حيث بات شبح الموت جوعا يخيم على أبناء القطاع وسط توقعات بأن يتعرض أكثر من 10,000 طفل في غزة خلال الأسابيع المقبلة لخطر الهزال. بات شبح الموت جوعا يخيم على أبناء غزة المنكوب في إثر استمرار الحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع ومنع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة لحياة من حالفه الحظ بالنجاة من الموت برصاص الاحتلال. قلنا تقريبا 100 يوم وإحنا قصة المعلبات، هذه الأولاد صار كتير يعانوا يمرضوا، الوضع كتير سيء عندهم، أمراضهم كترت، مش عارفين حتى نجيب لهم العلاج، العلاج صار صعب حتى ينجاب،
وش بدي احكي لك يعني، فيش موارد الواحد يقدر يشتريها او يجيبها، كل اعتمادنا صارت على المعلبات، والمعلبات كتير سيئة. شوف المعلبات اللي بتنزل على غزة كتير صعبة، حتى الاولاد بيقدروش يستوعبوها حتى ياكلوها، واللحمة كمان اخر حاجة صارت تيجي يعني لا تصلح حتى لل يعني ايش بدي احكي لك، اكثر شيء يعني صعوبه اكلها، وصار الاولاد يعني نفسهم مش قادرين ياكلوها، صعب 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 جدا وضعها. التحذيرات الامميه متواصله من ان العديد من المناطق باتت تواجه المجاعه بالفعل، ويقول منسق منظمه الصحه العالميه في غزه ان الاوضاع في شمال ووسط القطاع شديده الماساويه، حيث يكافح الجميع هناك للبقاء على قيد الحياه. الوضع الغذائي في الشمال مروع للغايه، لا يتوفر اي طعام تقريبا، وكل من نتحدث اليه يتوسل للحصول على الطعام وياتي الينا ويسال اين الطعام. نقوم باحضار الامدادات الطبيه ويساعدنا الاشخاص في ايصال الامدادات الطبيه، لكنهم يخبروننا باستمرار اننا بحاجه الى العوده بالطعام، وهذا غير ممكن لعدد من الاسباب بما في ذلك التنسيق والمخاوف الأمنية. وسط غياب بيانات شاملة عن الجوع في غزة، تكافح وكالات الإغاثة من أجل التحرك والتواصل وسط القتال، بينما يعاني الأطفال الذين يولدون مرضى لأمهات يعانين من سوء التغذية، والرضع الذين يفقدون الوزن، والأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن، والمرضى المصابين كلهم يعانون من الجوع بحيث لا يتمكنون من مقاومة العدوى. غير كل حاجة كنا نفطرهم بيض، نفطرهم مع البيض بطاطا، نطعمهم نعمل لهم لحوم على الغداء، نطعمهم أكل خضار، نطبخهم طبيخ من البيت، هكذا فيش كله معلبات، التونة للحمة للفول، هذا كلها مواد حافظة، كلها بتضر الطفل، بتضعف نسبة الذكاء عند الطفل، بتضعف مناعة الطفل. حتى الام المرضع لما تاكل فيش اكل مفيد تاكل عشان ترضع الطفل. الطفل هذا قبل شهر ونص كان وزنه 7.5 كيلو، خلال شهر ونص فقد حوالي 2 كيلو، الحين وزنه 5.5 كيلو. طبعا سوء تغذيه الام سوء تغذيه للطفل، ما فيش حليب متوفر، طبعا كله بياثر هذا على نمو الطفل. خلال شهر ونص يزيد 2 كيلو، هذا يعني شيء يعني سيء، طبعا بياثر طبعا على مناعه الطفل، دائما الطفل عنده التهابات في صدره، دائما جلسات معويه. وتتوقع منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسيف ان يتعرض اكثر من 10,000 طفل في غزه خلال الاسابيع القادمه لخطر الهزال، وهو احد اخطر نتائج سوء التغذيه الذي يمكن ان يعيق النمو البدني ونمو الدماغ. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي شرق القدس المحتلة. على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي عقد لبحث حادث تحطم طائرة العسكرية الروسية التي كانت تقل جنود أوكران أسرتهم موسكو، وكان مرتقبا أن تتم مبادلتهم. وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن كل المعلومات المتوفرة لدى موسكو تؤكد أن الحادث جريمة مدبرة ومدروسة، في حين حملت نائبة السفيرة الأوكرانية روسيا مسؤولية تعريض حياة السجناء وسلامتهم للخطر.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة AL-76 أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا. وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه يجرى تنفيذ سلسلة من إجراءات التحقيق لتحديد هوية أشخاص من بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في ارتكاب هذا العمل. وقالت روسيا إن الطائرة كانت تقل 65 أسير حرب أوكراني كان من المقرر مبادلتهم بأسرى روس. أكد الجيش الروسي إعداد أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول يأتي جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 إعداد مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية لتنفيذ أعمال استفزازية ضد محطات الطاقة النووية في روسيا. وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الجيش الروسي استطاع في العام الماضي تحييد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي كانت تستهدف بعض محطات الطاقة النووية في روسيا. حذر المفوض والسامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من معاناة إنسانية مأساوية في جميع أنحاء أوكرانيا وتفاقم الأوضاع، حيث يعاني المدنيون المتضررون من الحرب في الشتاء، داعيا إلى تجديد الدعم لأوكرانيا مع احتدام الحرب. كان غراندي قد اختتم زيارة إلى أوكرانيا استمرت أسبوعا، وهي الزيارة الرابعة له منذ العملية العسكرية الروسية، حيث وصل إلى بعض المناطق الأكثر تدميرا وتضررا في أوكرانيا، بما في ذلك المناطق المتضررة من زيادة الهجمات الجوية في الآونة الأخيرة. محلياً، توافد العديد من الشباب والأسر على زيارة معرض القاهرة الدولية للكتاب بدورته 55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس في اليوم الثاني لافتتاح المعرض، وذلك للاقتناء والمشاركة والتفاعل مع الندوات. كما تشارك عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية. تقام الدورة الجديدة للمعرض على مساحة 80,000 متر مربع بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض وبمشاركة 1200 دار نشر. هذا وشهد اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوز عدد الزوار 200,000 شخص، الأمر الذي يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة. ها قد حان موعد القراء مع كرنفال القراءة في مصر، إذ انطلقت الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في مركز مصر المعارض الدولية بالتجمع الخامس على مساحة 80,000 متر مربع بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض. وكذلك تضم هذه الدورة 550 فعالية فنية وثقافية، وتحل هذا العام مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار عالم المصريات سليم حسن ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الأطفال. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دائما بيهتم ان هو يكون متواجد ومشارك في معرض الكتاب، ودي المشاركة الرابعة وبتكون مشاركة متميزة. مركز أصدر خلال هذا العام الماضي 6 منصات رقمية لزيادة التواصل والتفاعل، ده بالإضافة إلى المنصات اللي كانت موجودة بالفعل ليصل عدد المنصات الرقمية المختلفة للتواصل مع كل الفئات وخاصة الشباب إلى أكثر من 23 منصة. المكتبة كل سنة بتستعد للمعرض استعداد جيد جدا بعدد من الكتب. هذه الكتب بتعكس اهتمام المكتبة، نهتم بمصر القديمة، بنهتم عندنا كتاب هو عن الكتابة الهيروغليفية، وعندنا كتاب عن حجر رشيد مكتوب باللغة الفرنسية، عندنا كتب بتحقق مخطوطات تاريخية مهمة جدا،
عندنا كتب مترجمة من لغات أجنبية، سواء كانت لغة فرنسية أو لغة ألمانية أو إنجليزية. فإحنا طلعنا في المعرض ده بالذات يعني من هذه الكتب حوالي يعني 10 كتب، وفي الطريق يمكن كتابين أو 3 تانيين هنستطيع أن احنا نضمهم إلى القائمة اللي موجودة في المعرض هذا العام. We have never done anything this big in the Arab world before. سعداء جدا بوجودنا هنا في معرض الكتاب. دي فرصة هائلة للنرويج انها تتعرف على العالم العربي، وان العالم العربي كمان يتعرف على ادب النرويجي. عندنا برنامج قوي جدا في ادباء مصريين هيتقابلوا مع ادباء النرويجي، وهيبقى في مناقشات كبيرة جدا. فرصة هائلة للنرويج للتواجد هنا في معرض الكتاب القاهرة، اللي يعتبر اكبر معرض في الشرق الاوسط. احنا على امل ان ده يفتح ابواب كتيرة للتعامل الثقافي بين مصر والنرويج. Egyptian authors on stage. على مدار اليوم كان إقبال الجمهور كبيرا في مختلف الأجنحة والصالات، في ظل حضور متنوع لفئات عمرية مختلفة ما بين كبار السن والأطفال، وسط تواجد ملحوظ للأسر التي استغلت الأجازة الرسمية للتوجه إلى معرض الكتاب. احنا بنحب نيجي كل سنة المعرض، الولاد بيحبوا يجيبوا كتب، قصص عربي قصص انجليزي، وبس في بقى حاجات كمان لرمضان عشان رمضان قرب، بنجيب ديكوريشن للاوض، بنجيب لعب يوم بتبقى ظريفه برضو، الدنيا بتبقى حلوه يعني. كنتش بجيبهم في الاول، بس الحمد لله كبرنا شويه وبقوا يجوا يعني الحمد لله. هم بيستنوه، هم عارفين خلاص المعرض دلوقتي بيستنوه كل سنه. احنا اصلا جايين من محافظه تانية، فبصراحه بنعمل جروب كده، بنجمع بعضنا علشان نيجي، وبيبقى يوم جميل وسعيد بالنسبه لنا، وبنجيب الأطفال كمان تستمتع. خدنا جولة في كتب للأطفال كلها، المراحل العمرية كلها، وبرضو الأسعار متاحة للجميع، وفي خصومات كويسة، وإحنا برضو عشان المدارس وكده فجايين برضو عشان الكتب الخارجية، وبيبقى عليها خصومات، فبتبقى حاجة كويسة للأسرة المصرية يعني. اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان عظيما بكل فعالياته الثقافية والفنية والأدبية، ولكن ما زال ينتظر عشاق القراءة ورواد هذا المهرجان الثقافي المئات من الفعاليات القادمة والعناوين الجديدة والعروض الفنية والكثير من الثقافة والفن والشعر والأدب وأجواء لا تنسى ينتظرها الجمهور عاما تلو عام. مرنا عادل، إكسترا نيوز. الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام في الفترة من 25 من يناير حتى 6 فبراير. تحمل شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وبمشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة. البرنامج الثقافي يضم 550 فعالية، وعدد العارضين بلغ 5250 عارضا. تنعقد بمشاركة 1200 ناشر من أنحاء العالم، وتضم 153 ناشرا، بزيادة كبيرة عن الدورة الماضية. تشارك النرويج كضيف شرف، وتشهد دورة مشاركة الأميرة ميتمارت قرينة ولي عهد النرويج. يحتفي البرنامج الثقافي بأدب الطفل، ويقدم أنشطة متخصصة من خلال أسلوب شيق وجذاب. يهدف البرنامج الثقافي إلى بناء الطفل ثقافيا، وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني. تقام فعاليات البرنامج الثقافي في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة. استحدث المعرض هذا العام محور مؤتمر اليوم الواحد، ويضم 6 مؤتمرات مختلفة. تتيح الهيئة تسهيلات الحجز من خلال المنصة الرقمية للتسهيل على القراء. إمكانية شراء الكتب إلكترونيا من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة. يقدم المعرض هذا العام في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول نحو الاقتصاد الرقمي. تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق. تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض. تم اختيار اسم الكاتب يعقوب شاروني شخصية معرض كتاب الطفل.
الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا واختار معرض الكتاب عالم المصريات سليم حسن ليكون شخصية الدورة 55 لما له من دور كبير في ترسيخ الهوية المصرية. المزيد عن شخصية المعرض لهذه الدورة في هذا العرض. اقتصاديا تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر إذ دعمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وإشارات على تحفيز صيني الطلب على النفط. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 81 دولارا و96 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا إلى 76 دولارا و75 سنتا للبرميل. واتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا بنسبة 4.5%، في حين يتجه الخام القياسي الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.8%. هذا وتوقعت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 90 دولار للبرميل بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. تزامنت تلك التوقعات مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر. لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا ما أكدته مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والتي توقعت ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 90 دولار للبرميل بسبب استمرار العدوان وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. تزامنت تلك التوقعات مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط على أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط بأكثر من التوقعات وإعلان الصين خططا لتحفيز اقتصادها. وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 9.233 ملايين برميل، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون. ويكافح النفط للخروج من نطاق تداول ضيق هذا الشهر في ظل التوترات الجيوسياسية التي أزعجت التجارة العالمية والتي عوضتها المخاوف من أن نمو إمدادات الخام سيظل قويا من المنتجين من خارج أوبك. وفي خطوة من شأنها دعم آمال التعافي الاقتصادي، أعلن المركز الصيني خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، ما يعني ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة. We'll be right back.
رياضيا، تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على تونس ليضرب موعدا مع الجزائر التي تأهلت بفوزها على الرأس الأخضر غدا السبت على مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي التاسع والثالث على التوالي، تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على تونس 30-25 في الدوري قبل النهائي للبطولة، ليضرب منتخب الفراعنة موعدا مع الجزائر في دربي شمال أفريقيا بنهائي أمم إفريقيا. وقدم منتخب مصر أداء قويا خلال المباراة وسيطر على شوطيها، حيث تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة 17-12، وفي الشوط الثاني وصل منتخب مصر تفوقه لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 30-25. منتخب الجزائر تأهل للنهائي بعد فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2014. ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في 6:00 مساء السبت، ويتطلع الفراعنة للحفاظ على لقبهم الإفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد أن ضمنوا التواجد في بطولة العالم المقبلة عام 2025. ومن كرة اليد إلى كرة القدم، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الجماعية استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة في دور 16 ببطولة الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار. شهد الميران مشاركة 24 لاعبا بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى. ضرب منتخب مصر موعدا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة يوم الأحد المقبل الساعة 10:00 مساء. بمعنويات عالية يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في كوت ديفوار استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور 16 بكأس أمم إفريقيا المقررة مساء الأحد المقبل. منتخب مصر يخوض هذه المواجهة بعد التأهل الصعب من دور المجموعات في وصفة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط على الرغم من عدم تحقيق الفوز في أي مباراة، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا. وبنفس الطريقة احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط. ووسط حالة من التفاؤل انتظم اللاعبون في التدريبات رغم الظروف الصعبة المحيطة بالجهاز الفني واللاعبين منذ إصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية ثم إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب. وقام المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بتجهيز تسجيلات للمباريات الثلاث السابقة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون استعدادا لمواجهة الدور المقبل التي يأمل فيها فيتوريا تحسين النتائج ومواصلة التمسك بالحلم وهو التتويج بلقب أمم أفريقيا. وخلال الميران سعى فيتوريا لعلاج بعض السلبيات ومنها الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون خاصة على صعيد التمركز والتغطية العكسية. بهذا التقرير الرياضي مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الظهيرة الإخبارية، ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشدد على أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ويؤكد سعي مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة. العدل الدولي تصدر اليوم حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وفلسطين تدعو لاحترام استقلالية المحكمة.
وارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لأكثر من 26 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. لمزيد من أخبار مشاهدينا يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميلة دارين مصطفى.